الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إخواني
واخواتي قياده وكوادر الجبهه الديمقراطيه في جبل النار، اخواني واخواتي ممثلي الفصائل الوطنيه والمؤسسات والفعاليات في جبل النار في نابلس. نعم، نلتقي اليوم في الذكرى 48 لانطلاقه هذه الجبهه، لانطلاقه احد القوى الوطنيه الفلسطينيه التي ضحت وقدمت التضحيات وحافظت على مسيره الشعب الفلسطيني ورفعت عاليا صوتها لاحقاق الحق، رفعت عاليا صوتها من اجل تكريس الهويه الفلسطينيه. نعم، قدمت التضحيات وحافظت على المسيره، مسيره الشعب الفلسطيني، ثورته، كفاحه، قدمت الشهداء والجرحى والأسرى والنماذج التي التقت فيها النماذج النضالية المتميزة. نعم، كان لهذه الجبهة مثلما كان لكافة قوى الثورة الفلسطينية من حركة فتح والجبهة الشعبية والحزب والذين كل الذين احتفلوا منذ فترات وتتالت الأيام السابقة إحياء ذكرى انطلاق العديد من القوى والفصائل. هذا الإحياء الذي نستذكر من خلاله تضحيات شعبنا في هذا العام عام 2017، نستذكر الأسباب والدوافع والمسيرة والتضحيات الجمة حيث التحمت دماء الشهداء وتضحياتهم وأنات وأيام الأسر ما بين الأسرى، توحدت جهودهم جميعا ليرفعوا الراية خفاقة، ليرفعوا راية الشعب الفلسطيني، ليكرسوا القضية الفلسطينية تاريخا وجغرافيا، تاريخا لا يمكن أن ينساه أحد، ولكن جغرافيا حاولوا أن ينتزعوا هذه الجغرافيا. اليوم في عام 2017 100 عام على وعد بالفوز.